السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالسين نسوي الإعدادات وننتظر الجميع يدخل معانا ونبدأ دورتنا إن شاء الله بإذن الله عن تصوير الطبيعة، مميزات تصوير الطبيعة والأشياء الجميلة. طبعا شايفين القمر هنا لأنه outdoor وسنسيت تصوير طبيعة، فحبيت أسوي الدورة هذه في المكتب حقي اللي هو بين أحضان الطبيعة. ننتظر التأكيد الآن إن الكل أونلاين ونبدأ دورتنا بإذن الله. بعد هذه الدورة نعرف أسرار الطبيعة، وأي أحد داخل هذه الدورة يبدأ برحلته مع تصوير الطبيعة، يأخذ كاميرا ويبدأ، وإن شاء الله نشوف نتائج جميلة جدا. خلينا نتأكد الآن إنه كل شيء تمام وبعدها نبدأ. أوكي يلا إحنا almost there. طبعا خلوني اضيف لكم الفيديو حنشرح عليه، وخلينا نعرف مين يقدر يعرف المكان اللي احنا صورنا فيه هذا الشيء. دقيقة معانا بالزت، يلا بينا. طبعا المكان هذا موجود، حاعلم كل ان شاء الله. اوكي ليتس سي كونفرميشن هين اول از جود. اوكي ليتس دو ذس. طبعا اليوم احنا حنتكلم عن تصوير الطبيعه. انواع التصوير كثيره جدا، وكل شخص يجد نفسه في نوع مختلف من انواع التصوير بشكل عام. دورتنا هذه عن تصوير الطبيعه. تصوير الطبيعه طبعا من اجمل الاشياء، لانه ما يعتمد على اي شيء ثاني. كاميرتك او كاميرتك تطلعوا في الطبيعه اللي هي اوبن ووايد، واي شخص يقدر يستفيد منها. ما ندفع رسوم على تصوير الطبيعه. المعدات ان شاء الله حنشرحها في الدوره هذه. حنتكلم باذن الله عن ثلاث محاور. المحور الاول تصوير الطبيعه وايش الاشياء اللي الواحد يحطها في باله اذا ناوي يصور طبيعه. المحور الثاني اللي هي اعدادات الكاميرا، ايش نوع الاعدادات اللي احنا نستخدمها عشان نطلع في صور طبيعيه جميله. والنوع الثالث اللي هو ايش نوع الكاميرات، اي كاميرا ننصح فيها نتعامل فيها. خلونا نبدأ في أهم حاجة اللي هو تصوير الطبيعة. في أشياء لازم نعمل حسابها إذا إحنا بنصور طبيعة. أول شيء نعمل حسابه اللي هو الوزن، وزن الكاميرا، وزن المعدات، وزن الشنطة كاملة اللي فيها معداتنا اللي إحنا طالعين نصور فيها الطبيعة. إنه أحيانا نضطر نمشي مسافات طويلة، أحيانا نضطر نسوي هايكينج، نتسلق جبال، والعدة هذه معانا. ودائما دائما أجمل الصور تطلع بعد عناء، يعني بعد ما تمشي مسافات طويلة، بعد ما تسلق جبال توصل لمنطقة عالية جدا تبدأ تصور، تطلع معانا الصور الجميلة جدا جدا. الشيء الثاني اللي نعمل حسابه الإضاءة والظل، لأن الإضاءة والظل دورها كبير جدا في شكل الصورة بشكل عام. هذا يخلينا نفكر في التايمينج اللي هو وقت التصوير. فنختار موقع، بعدها نختار الوقت اللي احنا حنصور فيه، وأجمل الصور اللي شفناها في حياتنا صورت في وقتين، شروق شمس أو غروب شمس. الوقتين هذه هي أجمل وقت للتصوير، ويسمونه في عالم الفوتوغرافي The Golden Hour، الساعة الذهبية، أجمل وقت لتصوير الطبيعة. والشيء الثالث اللي هو لما نصور طبيعة نعمل حساب السكيل اللي هو الحجم، الأشياء اللي ظاهرة معانا في الصورة. على سبيل المثال لما يكون في إنسان وخلفه جبل، فالفريم قدامي في إنسان وفي جبل، فأعمل حساب السكيل كيف أبين إنه الجبل هذا كبير أو حجمه مقارنة بالإنسان أو حجمه مقارنة بسيارة. هذه الأشياء تساعدنا في التقاط صورة جميلة جدا إذا خليناها في بالنا. طبعا خلونا نتكلم عن الشيء المهم جدا في هذه الدورة واللي هعلمكم إياه، وإن شاء الله بإذن الله نطلع من هذه الدورة
بفائدة عظيمة جدا وبصور ومصورين عظماء. أهم حاجة نوع الكاميرا، والآن في السوق في كاميرات كثيرة جدا 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 نقدر نستفيد منها. على سبيل المثال عندنا حاليا أقوى كاميرا في السوق لتصوير الطبيعة، ألا وهي طبعا الصورة الثابتة، ألا وهي السوني A7R Mark IV. هذه اللي حنشرح لكم عنها شوية وحعطيكم تفاصيلها إن شاء الله بإذن الله في آخر الدورة هذه بإذن الله. ليش الكاميرا مهمة؟ لأنه نعمل حساب السنسر، كل ما كبر السنسر كل ما كانت الصورة أجمل. الشيء الثاني الوزن حق الكاميرا، زي ما قلنا في البداية ما حنحتاج كاميرات ثقيلة جدا، ما حنستفيد منها، نطلع نمشي شوية وحتتعب وما حتقدر تشيلها أيضا وتصور فيها. الشيء الثالث الكاميرا اللي معك هل تتحمل عوامل الطبيعة اللي هي الغبار والمطر والأشياء هذه؟ طبعا كاميراتنا اللي احنا نتكلم عنها اليوم تغطي هذه الجوانب كلها، فتسهل علينا عملية اختيار الكاميرا. الشيء الثاني المهم في تصوير الطبيعة اللي هو السيتنجز اللي احنا نستخدمها في الكاميرا. طبعا السيتنجز سهلة جدا، هي ثلاث عناصر لازم نعمل حسابها. الشيء الأول اسمه ISO، الشيء الثاني اسمه Aperture، الشيء الثالث اسمه شتر سبيد. ثلاث اشياء هذه اذا حطيناها في بالنا نقدر نصور اي شيء احنا نبغاه. طبعا يجي شخص يقول ايش هو الايسو؟ الايسو هذا كل ما ترفع كل ما زادت الاضاءه في الصوره، كل ما رفعنا الايسو كل ما زادت الاضاءه في الصوره. الشيء الثاني اللي الايسو يسوي انه كل ما ترفع الكاميرات اللي جودتها ما هي عاليه يطلع في الصورة شوية تشويش وديستورشن. فعشان كذا لما نختار الكاميرا نعرف إحنا الكاميرا اللي إحنا نستخدمها، إذا رفعنا ISO إلى 1600 على سبيل المثال كيف جودة الصور تطلع معانا؟ هذه نقطة مهمة جدا نعمل حسابها. والISO يعني في rule of thumbs يقولوا له في عالم الفوتوغرافي، كل ما كان ISO أقل كل ما كان أفضل. دائما وابدا حاول تبدا الصوره في اقل ISO ممكن، الا في حاله انك تصور تصوير ليلي، هنا يختلف القانون معنا. طبعا ISO اقل ISO ممكن، في كاميرات زي الكاميرا اللي معايا تنزل الى 50 ISO، في كاميرات الاقل ISO 100 اللي هو 100، فنبقى على اقل ISO عشان نطلع صوره جودتها عاليه جدا وما نخسر الريزولوشن حقت الكاميرا حقة الصورة. العنصر الثاني والمهم جدا اسمه Aperture. Aperture يرمز له في عالم الفوتوغرافي بالF stop. طبعا الكاميرات لما تاخذها يبان معنا مميزات الكاميرا وصفاتها. العدسة هذه طبعا 24-70 ملليمتر، الF stop حقها 2.8 يعني تنزل معنا الى 2.8. Aperture ايش هو Aperture؟ Aperture بيسيكلي هو العدسة، فكل ما نفتح الأبتشر تنفتح معانا العدسة، كل ما انفتحت معانا العدسة كل ما سمحنا للضوء يدخل بكمية أكبر، زي ما احنا شايفين الآن بالفيديو هذه هي العدسة جالسة نشوفها. تفتح الأبتشر تفتح العدسة تسمح للضوء أكبر يدخل، نصغر الأبتشر تصغر الفتحة فيدخل ضوء أقل. هذه لها مميزات كثيرة جدا، بس أهم عنصر نستخدم فيه الأبتشر هذا طبعا اللي هو الديستورشن اللي برا، البلور اللي خلف الصورة. زي ما احنا شايفين الآن نقدر نصور طبيعة، إنسان في البداية أو جبل أو سيارة كانت وخلفنا مناظر طبيعية، أقرب شيء للكاميرا تقدر تتحكم فيه وتخلي الفوكس كله عليه، يصير الشيء اللي بعدي خلفي غير واضح، فيعطي الصورة دايناميك زي ما احنا شايفين الآن بالفيديو، يعطي الصورة دايناميك عالي جدا. هذه الأشياء زي ما احنا شايفين تساعدنا في اختيار الصورة. في صور كثيرة جدا نشوفها أبغى السبجكت اللي هو أمام الكاميرا يوضح لي بشكل كبير، زي ما احنا شايفين الآن الغصن الشجرة واضح بشكل كبير جدا واللي خلفه مختلف شوية. خلونا نجي لشيء ثاني ألا وهو نجي لهذا
هذا الابتشر. الابتشر طبعا مهم جدا انك تعرف ايش يسوي، يدخل كمية ضوء عالي. طبعا هذا الاي اس او كل ما ترفع زي ما احنا شايفين بالفيديو قدامنا، كل ما نرفع كل ما دخل ضوء اعلى في الصورة. العنصر المهم جدا، خلونا نرجع، العنصر المهم جدا اللي لازم نركز فيه حاليا اللي هي الفتحة، فتحة الابتشر. قديش احنا نبغى الابتشر يكون مفتوح عشان نعرف قديش اضاءة احنا نبغى ندخل في الكاميرا في الصورة او اقل اضاءة. هذه الاشياء طبعا ان شاء الله باذن الله نشرحها بالتفاصيل في الدورات القادمة. الان ناخذ بس رول اوف ثامز وبيسكس حقت تصوير الطبيعة عشان نعرف لما نطلع نصور طبيعة في المرة الجاية كل شيء يكون معنا تمام. الشيء الثالث، العنصر الثالث من عناصر التصوير اللي هو الشتر سبيد. الشتر سبيد اللي هو لما تبدأ التصوير how long، يعني قديش تبقى الصورة، تبقى الكاميرا فاتحة العدسة لين تصور معانا. هذا الابتشر الشتر سبيد نستخدمه في حالتين، ومهم في حالتين فقط. أغلب الوقت نخليه على أقل شيء ممكن، لكن متى نرفع الشتر سبيد؟ لما نصور تصوير ليلي عشان نبين كمية النجوم اللي معانا، كمية الطبيعة اللي موجودة. الشيء الثاني لما يكون في شيء متحرك في الصورة، يعني على سبيل المثال لما يكون في شلال أو في سيارات تصور داخل المدينة أو أغصان شجر. فإذا رفعت الشتر سبيد 15 ثانية، 10 ثواني، 30 ثانية، كل ما ترفعه كل ما السيارات كانت متحركة سريعة بدرجة أنه زي البلور يصير على السيارة. أو على الشلال، إذا إحنا نصور شلال ونبغى الشلال زي ما إحنا شايفين هنا، لو نصور شلال على سبيل المثال ونبغى الشلال يكون معانا بالطريقة هذه، يكون الشلال كأنه خط واحد، ما كأنه شلال متقطع. والنجوم كذلك في التصوير الليلي، فنرفع الشتر سبيد. طبعا في أشياء مهمة جدا لما نرفع الشتر سبيد، في أشياء مهمة جدا لما نعمل حساب الشتر سبيد اللي هو اهتزاز الكاميرا. لأن لما أبدأ تصوير الكاميرا ما تصور على طول، إذا أنا رافع الشتر سبيد إلى 15 سكند، حتنتظر 15 سكند، نصور لمدة 15 سكند وتجمع هذه المعلومات كلها وتحطينا صورة في النهاية. فإذا تحركت الكاميرا معايا الصورة ما حتكون بالجودة المطلوبة. فعشان كذا ننصح دائما وأبدا في استخدام الترايبود اللي هو شيء تثبت عليه الكاميرا. فلما أضغط إن شاء الله تبقى دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق التصوير ما يهمني، لأنه أنا كاميرتي ثابتة. فأصور وأنتظر لين الكاميرا من نفسها تصور، فبعدين تطلع معنا الصورة، نشوف الصورة تطلع جودتها عالية. المهم جدا في الترايبود انه يعطينا جودة عالية حتى لو طبعنا الصور لاحقا نكتشف انه التفاصيل كلها واضحة. ليش هذه النقطة مهمة؟ لانه معانا الكاميرا اللي حنتكلم عنها اليوم، كاميرا سوني A7R Mark IV. الكاميرا هذه اقوى ميجا بيكسل موجود في السوق، 61 ميجا بيكسل. يعني لو تسوي بعد ما تصور الصورة تسوي زوم ان اكثر شيء ممكن تشوف التفاصيل كلها واضحة وشارب. ولكن في شيء مهم جدا عشان تطلع معانا الصورة بالطريقة هذه، الشيء اللي هو مهم لنا اللي هو مهم جدا اللي هو الابتشر. تتذكر لما تكلمنا عن الابتشر، وان الابتشر اذا تحكمت فيه اتحكم في الخلفية، خليها واضحة وخلي السبجكت اللي اخليها بلور وخلي السبجكت اللي قدامي واضح، او العكس الخلفية تكون واضحة والسبجكت اللي قدامي بلور. ولكن عشان نطلع بصور طبيعية جميلة جدا 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 في قاعدة مهمة يقول لك الصورة لازم تكون كلها فوكست، القريب، البعيد، بداية الصورة، منتصفها، السحب، كلها تكون فوكست عشان تطلع معانا الصورة الطبيعية الجميلة اللي دائما احنا نشوفها ونقول كيف طلعت معانا الصورة هذه بالجودة هذه بالتفاصيل هذه. مع الكاميرا حقت سوني اللي فيها 61 ميجا بكسل، أعلى كاميرا في السوق. هنتكلم
بعدها إن شاء الله بإذن الله عن العدسات، وهي كمان أيضا مهمة. ليش العدسات مهمة؟ لأنه جودة العدسة تتحكم بجودة الصورة أيضا. لو معايا كاميرا جودتها عالية جدا تعطيني 61 ميجا بكسل بالصورة، بس العدسة جودتها ما هي عالية، الصورة والناتج النهائي يطلع معنا صورة غير واضحة، لأن العدسة أثرت على الناتج النهائي. عشان كذا اليوم أتكلم لكم عن العدسات أيضا، الكاميرا والعدسة كلهم مهمين. العدسات اللي هتكلم لكم عنها اليوم ثلاث عدسات، العدسة من 16 مليمتر إلى 24، ومن 24 إلى 35، ومن من 24 إلى 70، ومن 70 إلى 200، اللي هي هذه العدسة. طبعا أنا شخصيا أفضل هذه العدسة لأنها تختصر علي أشياء كثيرة جدا. فيها 70 مليمتر، وأغلب اللي يستخدموا 24 إلى 70 تلقاهم قريبين للرينج حق 70. العدسة الثانية اللي هي تخدمك في تصوير الطبيعة اللي هي من 16 إلى 35 مليمتر. هذه العدسة إذا كانت معك حجمها صغير وخفيف، والعدسة هذه تغطي الباقي، you're set and good to go. ولكن إذا أنت تبغى تطلع في تصوير من الآخر وتقول لي والله أنا بشتري الكاميرا وبشتري العدسات اللي أنا أحتاجها وأبغى أوقف، ما أبغى أشتري عدسات لأنه عدسات غالية، وأبغى أطلع وأصور طبيعة وأقدر أصور أي شيء أنا أبغى أصوره، أقول لك تحتاج ثلاث عدسات فقط وحيكون غطيت كل شيء، ألا وهي العدسة من 16 إلى 35 مليمتر، هذا رقم واحد، هذا العدسة الأولى. العدسة الثانية هتكون من 24 إلى 70 مليمتر، والعدسة الثالثة من 70 إلى 200 مليمتر. تفاصيل العدسات إن شاء الله بإذن الله حنزلها على البوست في إنستغرام عزيز العلا، وأيضا تفاصيل الكاميرا، نوع الكاميرا اللي أنا أستخدم، وأي معلومة تحتاجونها وأي استفسار إحنا جاهزين وحجاوب لكم على جميع الأسئلة وجميع الاستفسارات. تكلمنا عن العدسات، تكلمنا عن نوع الكاميرا، تكلمنا عن الإعدادات، إيش بقينا؟ بقينا تكلمنا عن الترايبود اللي هو حيخدمنا في التصوير. الآن جاء وقت هذه الكاميرا العظيمة اللي غيرت تصوير الطبيعة بمراحل عديدة جدا. الكاميرا هذه متقدمة على جميع الكاميرات الثانية الموجودة في السوق اللي هي حقت الشركات الأخرى بمراحل كثيرة جدا لأسباب كثيرة جدا. أول سبب مهم جدا خلاني أخذ الكاميرا هذه الميجا بيكسل، 61 ميجا بيكسل، أعلى ميجا بيكسل موجود في السوق. فاختصر علي أشياء كثيرة لأنه أحيانا أصور وأضطر أني أسوي زوم إن لأن العدسة اللي معي ما كانت تخدمني تعطيني جودة عالية. فهذا العنصر المهم جدا في الكاميرا. الشيء الثاني أنها تصور 10 frames per second، بس مع إيش؟ مع continuous autofocus. يعني تخيل تحط الأوتوفوكس على شيء محدد تعطينا 10 frames per second، والأوتوفوكس العنصر الأمامي متحرك ما زالت الصور autofocused وعندي 10 frames، يعني واحدة منهم هتطلع جميلة. هذه مميزات موجودة في الكاميرا هذه ما هي موجودة في الكاميرات الثانية، وهذا سبب عشقي لهذه الكاميرا. الميزة الثالثة إنها تعطينا 14 stops of dynamic range. dynamic range هذه مهمة جدا لما يكون عندنا جبال، عندنا أشجار، وعندنا أشياء كثيرة في الصورة كاملة ومختلفة الإضاءة بينهم، أيضا حجمهم مختلف، هنا يجي دور dynamic range، والكاميرا هاي تعطينا 14 stops، يعني بعدها ما نحتاج شيء. أيضا من جمال هذه الكاميرا أنها تصور 4K videos 30 frame per second. طبعا الكاميرا مخصصة للفوتوغراف ستيلز، الصور الثابتة، ولكن للشخص اللي يضطر يصور شيء على السريع تعطينا 4K 30 frame per second، شيء عظيم، كاميرا تستخدم للتصوير. أغلب اللي يستخدمون الكاميرا هذه للصور الثابتة، ولكن كويس إنه أحيانا أضطر أنا شفت لي شيء أبغى أصوره، فأوكي I'm ready to go I can shoot it right away. الميزة الثالثة، الميزة الرابعة اللي مهمة جدا عندي في الكاميرا هذه اللي هي
human eye and animal detections حق الفوكس. لو قدامي إنسان في الصورة وحاط أنا ال eye auto focus حيسوي الفوكس على الشخص اللي قدامي في الصورة right away. يعني لو كرة الكاميرا جاهزة معايا شفت شيء أنا وأنا في الطبيعة بصور فجأة شفت لي منظرة بصوره أفتح والأوتو فوكس جاه شغال أصور الصورة تكون شارب. ليش؟ هذه ميزة الأوتو فوكس حق الاي ديتكشن للإنسان وللأنيمال أيضا. يعني لو فيه حصان في الصورة لو فيه جمل في الصورة على طول الكاميرا تعرف أنه قدامها الحيوان الفلاني تسوي الفوكس على الشيء اللي أنا اخترته. هذه من مميزات الكاميرا. طبعا لو تكلم عن لو تكلم لكم عن الكاميرا هذه اللي هي A7R Mark IV حكتب تفاصيلها ان شاء الله في البوست القادم على الانستغرام. الكاميرا هذه غيرت مفهوم تصوير اللاندسكيب فوتوغرافي فور ايفر. يعني المميزات هذه كلها كانت صعب تكون موجوده كلها في كاميرا واحده. فكنا احنا كفوتوغرافر كمصورين نستغني اقول لك ما احتاج الاي ديدكشن لانه انا اصور طبيعه اكثر شيء فما فيه اشياء قدامي اسوي لها اوتو فوكس واصور عليها. بس يا ما رحنا وصورنا طبيعه وكذا فجاه تشوف قدامك فرض الحصان كذا واقف في الصوره فابغى اصور وابغى بسرعه. فما كانت الميزه هذه موجوده زمان فكنا نعاني صراحه نسوي الفوكس لما احدد الفوكس واسوي اناظر الحيوان تحرك الفريم تغير حقي فما استفدت فراح علي الصورة. هذا الشيء ساعدنا وميزة بطلة وقوية جدا 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 في هذه الكاميرا. طيب نرجع نسوي ريفيو كذا بسيط عشان نتذكر احنا جلسنا نتكلم عن ايش. تصوير الطبيعة اشياء اساسية نفكر فيها حجم الشنطة معايا حجم الكاميرا حجم العدسات الوقت اللي أنا بصور فيه الموقع هل أحتاج أمشي هل أحتاج أسوي هايكينج هل بوصل هناك قبل الغروب اللي هي الجولدن أور أو قبل الشروق وأقدر أصور الصورة اللي أنا أبغاها. بعدها يجي عندنا settings. settings تكلمنا عن ثلاث أشياء الISO اللي هو يتحكم فينا في الإضاءة اللي موجودة في الصورة الوضوء النور الموجود في الصورة أرفع الISO إذا أنا والله تصويري ليلي أو الإضاءة اللي موجودة عندي حولي ما هي قوية ولكن غالبا زي ما قلنا يعني 90% من الوقت نخلي الISO أقل شيء ممكن إلا في التصوير الليلي. هنا تختلف القوانين. الأبتشر اللي هو الإف ستوب مهم جدا جدا جدا. كل عدسة إحنا نأخذها كل عدسة نشتريها مكتوب عليها الإف ستوب حقها كل عدسة زي اللي معايا الحين أنا اللي هي 7200 2.8 أبتشر فأقدر أنزل إلى 2.8. في عدسات اللي هي بالعادة تكون ما هي زوم تكون برايم لينز تنزل إلى 1.4 ف 1.4 هذه تعطينا أشياء جميلة جدا في اللاندسكيب فوتوغرافي خاصة إذا إحنا بنفكر نصور تصوير ليلي ونبغى النجوم كلها واضحة نطلع في صورة جودتها عالية جدا لأن البرايم لينز قاعدة عامة أقوى جودة في الصور من الزوم لينز لأنها ما تسوي زوم تخصصها الابتشر تتحكم فيه وتطلع بالصورة بالجودة اللي انت تبغى. طيب واحد يقول لي خلاص احنا فهمنا ايش نصور وفهمنا الاسرار حقت اطلع اختار كاميرا خفيفة عدسة قوية عدسة المليمتر حقها يخدمني الابتشر حقها يخدمني ليش سوني ليش اختار سوني. طيب نختار سوني لانه الكاميرا قلت لكم عنها 61 ميجا بكسل ما هي موجودة عند أي براند غير سوني ومن شخص استخدم براندز كثيرة جدا إلين وصلت للكاميرا هذه وبعدها أعتقد ما هغيرها. يعني 61 ميجا بكسل أقدر استخدمها for the next 5 سنوات 10 سنوات وهتعطيني جودة وقوة عالية جدا لأنه البراندز الثانية لسه ما وصلتني. طبعا أنا متأكد إن سوني حتفاجئنا في المستقبل تنزل بكسلز عالية ولكن هذه will do the job. الشيء الثاني والمهم جدا سوني شركة تدعم جميع الفنانين خاصة الآن تركيزها في الشرق الأوسط دعم جميع المصورين عشان كذا عندنا الدورة هذه وفي دورات كثيرة جدا موجودة على الموقع. لو دخلنا على الموقع الآن نحصل دورات كثيرة مجانية لتطوير مهاراتنا كمصورين عشان والله بدل ما أروح وأدفع دورات تصوير
لا ادخل على شركه سوني الفا واخش الكورسات هذه الدورات اللي هي مجانيه لكم واللي متعبه جدا لنا احنا ان نبحث عن دورات مجانيه، لانه اغلب المصورين دوراتهم بفلوس. فاذا انا مبتدئ احتاج شركه زي سوني تدعمني تعطيني دورات مجانيه. الشيء الثاني والمهم انه مو فقط دورات مجانيه، دورات مجانيه كاميرات عاليه جدا، دعم بشكل كبير جدا لجميع المواهب الموجوده في الشرق الاوسط وفي السعوديه. حاليا فرصه كبيره جدا لكل من يسمعنا الان في هذه الدوره، ولكل من يعرف شخص يتابعنا الان في هذه الدوره، فرصه لكم جميعا انكم تحصلوا على خصم 10% على جميع معدات التصوير. خصم 10% على جميع معدات التصوير، كاميرات زي الكاميرا اللي قلت لكم عنها. وانصحكم تستخدموا الكود هذا للكاميرا هذه لانها غاليه، فيلا استخدموه. والعدسات اللي قلت لكم عنها ثلاثه فرصه تشترونها الان بالكود هذا، الكود تستخدمونه أونلاين وفي جميع الشورومز حقة سوني الموجودة في السعودية. فرصة لكم الآن تدخلوا أونلاين، بعطيكم الكود إن شاء الله شوية، دخلوا الكود وتحصلوا على خصم 10%. شفتوا ليش أحب سوني؟ ما هو لأني سفير، لأنها فعلا تبغى تدعم، تعطينا كاميرات عالية جدا في الجودة، تعطينا دورات نتعلم مجانيا كيف تستخدم الكاميرات والأشياء هذه، تعطينا تخفيض إن نشتري الكاميرات، دعما لنا كمبتدئين وكمحترفين إنه ننطلق في رحلة رحلة فنية للبحث عن الجمال، لأنه الجمال حولنا جميعا، بس نحتاج معدات ودورات ونستخدم الجمال الموجود بداخلنا. في لما تنظر للصورة تشوف الزوايا اللي أمامك، فهذه فرصة لنا أن نظهر الجمال الموجود عندنا حوالينا للعالم ونوثقه في كاميرا جودتها عالية جدا. الصور اللي تصورها في كاميرا جودتها عالية جدا تقدر تبيعهم، تقدر تطبعهم، تقدر يكون عندك استوديو، يكون عندك جاليري تعرض فيه الصور تبعك. فرص غير طبيعية كلها تصدر من هذا الشيء. الجميل في الموضوع واللي يهمني أنا شخصيا صراحة، خاصة بعد أحداث 2020 وكورونا، عرفنا قيمة الطبيعة، عرفنا قيمة وجودنا في الطبيعة. الجميل في التصوير إنه مكتبك ما فيه جدران أربعة، مكتبك هو الطبيعة، من الطبيعة تقدر تعمل ويكون عندك مصدر دخل كمصور محترف. فالجميل في عالم التصوير خاصة تصوير الطبيعة إنه تقضي أغلب وقتك في الطبيعة. فما أعتقد إنه في أجمل من هذه الوظيفة، إذا سويتها وظيفة، إذا كنت هاوي وناوي والله تحول الهواية إلى عمل وإلى بيزنس، هذه فرصة إنك تتعلم من الدورات اللي الآن تقام، سواء أنا أقدمها أو زملائي السفراء الآخرين، مجانية. ادخلوا على الموقع اللي أنا أعطيتكم إياه، تشوفوا السفراء كلهم ناس لهم فترة طويلة جدا في التصوير، ويعطونكم المعلومات الموجودة عندهم كلها مجانية، كلها دعم لكم من شركة عالمية قوية جدا في صناعة الكاميرات، ولها باع طويل جدا زي شركة سوني. المفاجأة اللي وعدتكم فيها، كتبت على الانستغرام انه في مفاجأة حتكون ان شاء الله بإذن الله للمشاركين في هذه الدورة. المفاجأة هي راح اعطيكم هاشتاج، تاخذون المعلومات اعطيتكم اياها في الدورة هذه، راح اعطيكم هاشتاج تنزلون عليه اعمالكم اللي استفدتوا فيها من الدورة هذه، طلعتم والله بكرة وصورتم وبعده، حتصوروا صور وباكم تنزلونها على الانستغرام، استخدموا هاشتاج عزيز سوني، حنزلوا أيضا في البوست القادم على الانستغرام الهاشتاج عزيز سوني بالإنجليزي AZIZ سوني،
استخدموا الهاشتاج هذا على صوركم الأعمال اللي أنتوا صورتوها سواء اليوم أو أعمال قديمة عندكم، وراح أختار شخص وأقدم له دعوة رحلة مجانية إلى العلا، مدينة العلا اللي إحنا فيها، اللي منها الفيديوهات اللي وردتكم إياها في البداية. إحنا في مدينة العلا هقدم دعوة لمصور واحد، حنختار إن شاء الله من الهاشتاج، وحيكون ضيفنا في العلا وحيعمل معايا في العمل القادم بإذن الله في العلا. حتكون فرصة نقابلكم ونتعرف عليكم، وأيضا فرصة تظهروا لنا مواهبكم والإبداعات الموجودة في داخلكم. الجميل في الموضوع أنه إحنا في المملكة العربية السعودية الجمال حولنا ما لا نهاية، الجمال في كل زاوية، تضاريس الموجودة حولنا جميلة جدا، سواء في منطقة العلا أو في جنوب المملكة أو على البحر أو حتى في المدن الرياض وجدة والدمام. الشيء الثاني الجميل أنه العالم ما يعرف شيء عن هذه المناطق، يعني شيء يحمسني أني أطلع وأكون أول شخص صور من الزاوية هذه وأظهر الجمال اللي حولي للعالم. الشيء الثالث الجميل أنه لو لكم رغبة في بيع الصور لاحقا، ما في صور زيها كثير في الإنترنت، أغلب الدول حول العالم مصورين صوروا جميع الزوايا فيها، إحنا في المملكة تونا في بداية الطريق. عشان كذا إحنا نحتاج دعم شركات زي شركة سوني تدعمنا فقط لحبها للفن، ولأن إذا كثر عدد المصورين ظهرنا في جمال أظهرنا الجمال اللي حولنا كله، وهذه نقطة مهمة جدا. الشيء الثالث فيه الآن مسابقات كثيرة جدا للمصورين سواء في العلا أو في المملكة العربية السعودية أو حتى في الخليج، فرصة لنا أن ناخذ كاميرا تخلينا نتغلب على أغلب المصورين الآخرين، لأن ما عندهم كاميرا فيها 61 ميجا بكسل، ما عندهم دورات مجانية زي اللي احنا نقدمها الآن، ما عندهم عدسات قوية جدا تظهر لنا الشيء اللي أمامنا كما هو وأجمل. فيلا خلونا نبدأ، خلونا نظهر الجمال اللي حولنا، وانتظر إبداعاتكم وكل شيء جميل تقدرون تسوونه اظهروا لنا على السوشيال ميديا. استخدموا الهاشتاج التالي عزيز سوني بالانجليزي AZIZ سوني، وراح اختار من الصور، وانا متأكد تمام التأكيد انه حنشوف اشياء جميلة جدا جدا جدا. اتمنى انكم استفدتوا من هذه الدورة، هذه مقدمة بسيطة جدا، بإذن الله راح نتكلم بالتفاصيل في الدورات القادمة. تابعونا، ادخلوا على الحساب اللي انتم مسجلين فيه الآن اللي هو الألفا سوني، حتشوفوا دورات كثيرة ثانية تقدروا تتعلموا منها، وإن شاء الله بإذن الله في الممارسة شخص من الحاضرين حاليا يكون ما نعلم، ممكن أحد مننا يكون يعني أفضل مصور لسنة 2021. لهذا السبب سوينا دورتنا في آخر السنة علشان نبدأ سنة 2021 وإحنا جاهزين، العلم موجود والعدة جاهزة وما باقي إلا العمل. أي استفسار، أي معلومة تحتاجون تستفسروا عنها، تواصلوا معي على عزيز العلا على إنستغرام، لو تكتبوا عزيز العلا على إنستغرام يكون حسابي واضح لكم. تابعونا على الحساب هذا، أي سؤال تحتاجونه إحنا في الخدمة، وأنتظر الفائز في الرحلة مجانية للعلا على يعني مرة ما أنا قادر أنتظر، لأنه هذا الفائز بإذن الله راح يشارك معي في العمل القادم، والجايات كثيرة، وكل دورة بإذن الله نسويها راح نقدم لكم مفاجآت عالية جدا. الآن جاء دور كود الخصم، 10% خصم على أي شيء له علاقة في التصوير، عدسات، كاميرا، أي شيء له علاقة في التصوير تجدونه على موقع سوني أونلاين أو على الشورومز اللي موجودة في جميع المدن حولنا، الخصم 10%، والكود هو عزيز 2020 AZIZ 2020. بنزل أيضا الكود هذا وبنزل المعلومات كلها حقت الهاشتاج وحقت الدورة هذه كلها بالتفاصيل في البوست القادم على إنستغرام عزيز دوت العلا.
I look forward to see you all. أتمنى أنه كانت دورة مهمة جدا، مفيدة جدا، وأتمنى استفدت منها، وأتمنى بإذن الله أنه نرى الجمال اللي حولنا. وأنا متأكد أنه إذا استمرنا في التصوير حنشوف أشياء يعني ما خطرت على بالنا، لأنه أنا بديت في عالم التصوير الطبيعة اعتقادا مني أنه ممكن أطلع 10 صور لأي مدينة وخلاص، ما في جمال أكثر من كذا. أنا أعيش في العلا سبب اختياري لهذا المكان، لأنه أنا أصلا من البداية من أهل العلا. سبب الثاني والأهم أنه الجمال حولي ما لا نهاية. أي أحد سمع في العلا قبل كذا، هذه فرصتك أنك تشارك معنا على الهاشتاج عزيز سوني وتربح رحلة مجانية للعلا والعمل معنا في العمل القادم بإذن الله. أتطلع لدورات قادمة كثيرة معكم، أتمنى كنت خفيف عليكم جميعا. أي استفسار، أي معلومة، سواء أنا أو أخوان الامباسدرز سوني امباسدر أو أي من فريق سوني، كلنا هنا لخدمتكم جميعا، كلنا هنا لخدمة الفن، كلنا هنا لنظهر المواهب اللي بداخلنا. وفرصة دامنا على نهاية السنة، حتى لو ما قد صورت قبل كذا، هذه فرصة انك تبدأ تتعلم مهارة جديدة، ممكن تكون في يوم من الايام وظيفتك او مشروعك التجاري، او تكون يوم من الايام بارت تايم، عمل جزئي. الفرص ما لا نهاية، وزي ما قلت لكم الدعم في المملكة العربية السعودية عالي جدا، سواء من وزارة الثقافة، سواء من شركات كبيرة جدا زي سوني، دعمتنا دعم ما لا نهاية. احنا كمصورين نحتاج فقط كاميرات قوية، ونحتاج احد يعطينا دورات تطور مهاراتنا، وبس نطلع ونصور ونسوي كل الاشياء هذه جميعا. الفريق حق الامباسدرز حق سوني اكسباندينج، ففرصة لكم كمصورين انكم تنضموا لنا. احنا كسفراء لسوني، سوني تدعمنا دعم كبير جدا. انا شخصيا لو اتكلم وامدح سوني من هنا الى 10 سنوات 50 سنة لن اوفيهم حقهم، لانهم فعلا هم من اوصلوني لما انا عليه اليوم، بدعم سوني، بوقفتهم خلف رحلتي مع الفن. تعلمت الكثير من الاخوان السفراء في دوراتهم السابقة، اصبحت سفير لسوني، بدأت اشعر انه فعلا شركة زي سوني تقدر تصنع حلم، لأنه كان حلمي أني أكون أحد مصوري الطبيعة، كوني موجود في العلا، ولكن ما كانت في الدورات الموجودة قديما، ما كانت في المعدات الحالية اللي تسمح لي أطلع كل يوم وأصور وأنا مبسوط. الدورة هذه أقمتها لكم من مكتبي وسط الطبيعة، عشان كذا في نارة، في ظلام خلفي، القمر المفروض معانا فوق بس السحب بغطي عليه. إذا صرتم مصورين مكتبكم ممكن يكون زي كذا. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم، ولا تنسوا الكود، خصم الكود عزيز 2020 وهاشتاج المسابقة اللي هختار منها شخص ليفوز برحلة مجانية للعلا، عزيز سوني. حسابي على الانستغرام aziz.العلا. Follow me, ask me any questions, I'm here to help you. Follow Sony Middle East. تسمعوا الأخبار الجديدة حق سوني، الكاميرات، المعدات. شركة سوني متميزة جدا جدا في الكاميرات. سنة 2020 نزلوا أكثر من كاميرا، سواء الصور الثابتة أو الفيديو، أو الناس اللي بيدخلوا مجال تصوير فيديو وصور ثابتة بس مبتدئين، أيضا عندهم كاميرات كثيرة جدا. أتمنى كنت خفيف لطيف عليكم. اسمي عبدالعزيز صالح بلوي.